وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، بعد التحية، ساعات قليلة تفصلنا عن المؤتمر الاقتصادي الهام، برأيك ما يجب أن يتم مناقشته خلال هذا المؤتمر وتوقعاتك لمخرجاته؟ مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدينكم. الحقيقة المؤتمر ما سيتم مناقشته من خلال الأجندة، والأجندة احنا قلنا أنها مكونة من ثلاث قطاعات أو ثلاث محاور رئيسية، الحقيقة محطوطة بشكل مرتب وبشكل منظم وبشكل ذكي جدا من الناحية المنهجية، لأن المحور الأول عن السياسات الكلية في الاقتصاد، المحور الثاني عن المستثمرين وأهمية الاستثمار وطلبات المستثمرين، ومربوطة بتهيئة مناخ الأعمال، والحقيقة ده فيها نوع من الذكاء أن أنا أربط طلبات المستثمرين ورؤية المستثمرين بتهيئة مناخ الأعمال، لأن هو ده الأساس في دخول مزيد من الاستثمار ومزيد من المستثمرين وسهولة الأعمال إلى الدولة. ثم المحور الثالث عن القطاعات الاقتصادية الواعدة، والحقيقة ده محور مهم جدا، لأن أنا النهاردة ما أقدرش أشتغل على كل القطاعات وما أقدرش أشتغل على كل شيء، لكن من الأذكى ومن المهم أن أنا أشتغل على قيمة مضافة، على قيمة تنافسية، على ميزة نسبية أو ميزة تنافسية لدى الاقتصاد في قطاعات أنا عندي فيها ميزة كبيرة. وأنا عارف أن النهاردة مصر يعني الحقيقة صمدت من ناحية الاقتصادية، يمكن احنا كنا من الدول ال 18 على مستوى العالم اللي حققت نسبة نمو إيجابي بعد أزمة كورونا، وخلي بالك كنا سقطنا في النمو الاقتصادي بعد الثورة ل 1.8، طلعنا إلى 6.5%، ودي ريكورد ودي أرقام مهمة وإنجازات مهمة. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أشاد بيها، يمكن صندوق النقد الدولي كان بمباحثاته منذ أيام مع مصر، وهذه المباحثات كانت مثمرة، وافق الصندوق الدولي على قرض، ولولا إن الدولة المصرية والحكومة المصرية والاقتصاد المصري عنده ملاءة مالية وقوة مالية ما كانش صندوق النقد وافق أو تعامل مع الدولة المصرية. فالحقيقة المؤتمر النهاردة فرصة مهمة جدا علشان أتحدث وأناقش وأرسم الصورة المتكاملة للاقتصاد المصري وللتنمية في مصر بأخذ جميع الشركاء. المؤتمر زي ما احنا عارفين في حوالي 500 مشارك، فوق ال 22 جهة محلية ودولية، عدد كبير من الخبراء، من الأطياف، من الممثلين عن القطاع الخاص، اتحاد الصناعات، المصدرين، ريادة الأعمال، الوزارات المختلفة، آراء كثيرة ومتنوعة، بالإضافة إلى الخبراء. طيب، اللي دكتور عمرو، هذه الموضوعات يعني أكيد هيكون لها أثر مؤتمر على الأقل في يعني رسم صورة جديدة للاقتصاد المصري نحو مزيد من التنافسية. يمكن دكتور عمرو يمكن ده كان سؤالي عن وجود هذا العدد الكبير من الخبراء والاقتصاديين في هذا المؤتمر، مع وجود إرادة سياسية بالتأكيد لتحسين الاقتصاد المصري، برأيك يعني إمكانية تطبيق مخرجات هذا المؤتمر على أرض الواقع مع وجود دعم سياسي لها؟ الدعم السياسي مهم جدا، واحنا اتعلمنا في كتاب الاقتصاد ان البوليتيكال ويل او الاراده السياسيه، انت ممكن ترسمي سياسات، ممكن تعملي مؤتمرات، ممكن تعملي برامج، لكن لو ما كانش في اراده سياسيه، واحنا الحقيقه محظوظين ان السيد الرئيس بنفسه طلب بهذا المؤتمر، السيد الرئيس بيدعم هذا المؤتمر، دوله رئيس الجلسات وتصميم جلسات هذا المؤتمر، في اهتمام به من الدوله لما الاعلام، ودي رساله للاعلام الدولي ورساله للمستثمرين ورساله للقطاع الخاص. الدوله الحقيقه طلعت واقرت وثيقه ملكيه الدوله النهارده في برنامج لاشراك جميع الاطراف في عمليه التنميه، وزي ما قلت الاراده السياسيه مهمه جدا، رساله للمجتمع الدولي، رساله للاعلام الدولي. المهم جدا الاعلام لما يشوف رئيس جمهوريه او يشوف رئيس يحضر هذا المؤتمر، مش بس يحضر هذا المؤتمر، ينادي بهذا المؤتمر ويطالب بهذا المؤتمر وهذا المؤتمر، ده يدي انطباع ويدي ثقه في مناخ الاستثمار وثقه للمستثمرين ان اعلى قياده سياسيه في الدوله بتتابع بنفسها خطوات الاصلاح الاقتصادي. اشكرك جزيل الشكر دكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق.